FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. 9:07 حلقة الخميس 23 نوفمبر 2023. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. تجمع تابعونا كالعادة على شين يوتيوب يا فيم تي في ولا باش فيسبوك راديو يا فيم. هذه كلام القلب من توا حتى للحداش متاع الليل. واحدة واحدة مستمعينا في الكيسات تردوا بالكم. بون في العاصمة شوية أمطار متفرقة، ما نعرفوش في باقي المناطق كيفاش. تو كي ناخذوا تليفونات نزيد نثبت معاكم شنو هو جوا الأمطار اليوم تيلة النهار الكل. الحمد لله ربي غاثنا بالأمطار إن شاء الله أكثر، لأنه نحبوا الأودية تتعبى والفلاحة تتعبى، مش لأنه نحبوا نعملوا قهوة الصباح ونطولوا على الشباك والدنيا جري، لأنه الأمطار مهمة للبلاد والفلاحة وما إلى ذلك. واحدة واحدة دونك مستمعينا في الكيسات ربيعينكم في خدمكم. كل تحية للناس تبعنا من خارج تونس. كلام القلب كالعادة راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين للعقل، والكلمة تكون للقلب. على أنا رقم سيدي على 31 380 1 31 380 1 80 ألف. كلام القلب. كلام القلب سيدي كيما كل نهار خميس، هذا الخميس الثالث. قالك يا سيدي باش نسهلوا على ارواحنا المواضيع، وكان نقص نهار بالمواضيع. نهار الخميس عملناه اسمه قلب مفتوح. لطف عليكم، شو معناه قلب مفتوح؟ دقات هذية اي كيما نهكا في دقات بزيد، مش مرض. اللطف عليكم إن شاء الله ربي يشفي الناس اللي عندها أمراض تسمع فينا الكل. قلب مفتوح يعني ما نربطكمش بموضوع، فقط العنوان قصة حب. وانت تسمع فيا فاش نقول، أنا هي قصة الحب اللي ضربت في مخك، اللي حبيتها الأولى اللي حبيتها الأخرى الثانية. أنا هي قصة الحب اللي ضربت في مخك وحبيت تحكيها لنا اليوم. قصة حب ضربت لك في مخك لأنها أكيد كانت مهمة، أكيد كان عندها طابع خاص في حياتك. نجم مش بالضرورة تكون الأخرى، ما عندها طابع مهم وطابع خاص، مش تكون الأخيرة. أنت والحكاية اللي باش تحكيها لنا. دونك قلب مفتوح هكا باش ما نربطكمش. خدت بالي جاني ميساج قال لي ما صعبهم المواضيع اللي تعملهم. وأنا ساعات عندي كل خرجة وجبت غناية نخرج منها الجملة، وكل مرة نبقط في المواضيع اللي نكملوا السيزون. حطوا ما برشا كورونا لازم نخرج لك غناية، هاو معقول الغرام هاو درا شنيا، ونعطيك موضوع من غناية. هاو كان اليوم سيدي قلب مفتوح، قصة حب لا نقول لك كيفاش تبدا لا كيفاش توفى لا حبيتها في الكار لا عرفتها عن بعد. قصة حب وفقط شاركنا حكايتك على الرقم 31 380 1 31 380 1 80 ألف. اللي يتفرجوا فينا في الاي اف ام تي في ولا في الباج فيسبوك اي اف ام بلس، ظاهر كاني تعب شوية هكا ولا دونك كيما كل نهار خميس، بما اني نجي تعب نهار الخميس وساعات قلق نهار الخميس ما انه اخر الجمعة، يتدخلوا معانا غير المستمعين اللي باش يحكوا لنا حكايتهم ناس تحب تنشط مغرومه بالتنشيط حلمتها تنشط، يتدخلوا معانا وياخذوا هما معايا المكالمات، هما ياخذوا لنا ويجبدوا لنا الحكايه من عند المستمعين. نحطكم مع بعضكم وانا نعاونك وانت تجبد لنا الحكايه من عند المستمع. سيدي يلا جرب معانا لعل تخطف، لعل تكون بداية تجربة كبيرة وتجربة مهمة كما الخميس اللي فاتوا اللي قبله كانوا زوز تجارب محلهم اللي تعدوا معنا بخصوص المنشطين اللي جربوا معنا. دونك من توا حتى لحداش تحليل قلب مفتوح أي قصة حب نجد تحكي هنا من توا حتى لحداش تحليل. في نفس الوقت إذا تحب تجرب تجربة التنشيط شارك معنا وتاخو أنتي تاخو انت معايا المستمع وتسألوا الأسئلة اللي نجموا نعرفوا منه الحكاية متاعه. كل شيء على رقم 31 380 1 31 380 1. موصين معاكم حتى الحداش متاع الليل في كلام القلب. نصيف زيتون حب جنون ورجعين معاكم بعد شوية. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي FM أحلى راديو. 9:15 رجعنا معكم في كلام القلب. موصين حتى لحداش تعليل. كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. موصين معكم حتى لحداش تعليل. موضوعنا لليوم في كلام القلب هو قلب مفتوح، ما فماش موضوع محدد. يعني قصة حب عشتها تحكيها لنا نسمعوها
مهما كانت البداية أو النهاية، ما فهمش شروط للقصة. اليوم كما تعودنا في كلام القلب يكون شروط خاصة بالموضوع. في الأثناء زادة اللي يحب يجرب تجربة التنشيط، اللي عنده الحلمة، اللي عنده الرغبة، شاهيها ينجم يكلمنا ويشارك معانا هو في تجربة التنشيط. يرتح عليها شوية، لأنه أنا ديما آخر جمعة نجي تعب شوية، بين أنه تعب فيزيكمون وبين أنه مدبرم كل مرة كيفاش. اليوم الزوز، فهمت؟ دونك خليت تعاونوني على المستمعين باش ناخذوا منهم الحكايه نتاعهم. هذه الكل انك باش تدخل تحكي حكايتك ولا باش تدخل كمنشط، الكل نمر واحد، نمر واحد. عندنا احلام في الاعداد، تاخذ تليفوناتكم على الرقم 31 308 1031 308 1031. قبل ما نبداو في قصصنا، حب نذكركم بملخص ما يحدث في غزه اللي صار اليوم، ولا هو الاحداث بدات تتشابه في الايام الاخيره. اليوم للاسف صار انه صار فما قصف في مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا اللي موجود فيه نازحين. مخيم هذا ديجا كلمة مخيم يعني مش سكان، مش ديارهم غادي. دونك نازحين في مدرسة أبو حسين غادي، مخيم جباليا اللي صارت فيه، صار فيه قصف كبير زاد أيامات التالي، وسقط عدد من الشهداء. كما اليوم سقط عدد من الشهداء وعدد من الجرحى. الجانب الإسرائيلي يقول لك راو نستناو فاش كملوا عودة اللي سميوه هما المختطفين الخمسين اللي باش يرجعوا تاو من إسرائيل، ثم راو باش نكملوا القتال متاعنا لين توفى. ذي حكاية حماس جملة، ويقول لك حتى وزير الدفاع الإسرائيلي أنه متوقع شهرين بالريتم هذا. أبو عبيدة يرد أنه حاضرين للوقت اللي حشتهم به. هو في كلمته اليوم قال كلام مهم برشا، 335 آلية إسرائيلية دمرتها كتاب القسام، منها 72 في 78 ساعة الأخيرة. واحد بركة من كتاب القسام كان هاجم 8 جنود إسرائيليين بالرصاص من قرب يمكن 10 متر دون قدرتهم على الرد على مصدر النار، يعني ما عرفوش منين يضرب فيهم، وكان فيهم 8 ذوما بين اللي ماتوا وبين اللي جرحى. أبو عبيدة يقول جاهزون لكل الفترات القادمة ولكل الأيام القادمة. شكر لبنان، شكر اليمن، وشكر العراق. وغدوة 7 متاع الصباح تبدأ الهدنة، لا رصاص مش شيرتين، وبالأربعة متاع العشية بعد العصر تبدأ عملية تبادل الأسرى اللي هي 50 من الإسرائيليين و150 من الفلسطينيين اللي في السجون الفلسطينية، اللي غالبيتهم نساء، وإلا أقل من 19 سنة. إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يشفي الشهداء، إن شاء الله ربي يشفي الجرحى، وربي يتقبل الشهداء يا ربي، ويصبر عائلاتهم اللي فقدوهم الكل. موصل معكم في كلمة القلب حتى ال11 تعليل. أول تليفون معنا وليد، أهلا وسهلا. يا خويا مرحبا بك. عسلامة سي وليد، سمحنا طولنا عليك. لا سماح يا خويا، نترحموا على الشهداء كليك، وان شاء الله ربي يسر ينصر الاسلام، والحمد لله اللي صبت المطر الحمد لله، والناس اللي كتفرهدت والحمد لله. من يتكلم فينا سي وليد؟ با انا مش نحكي معاك ملخص الحكايه، انا اللي من اللي خليت كلمتك الجمعه اللي فاتت اللي قلت لك عيني توجع فيا وقتها. اي ذكرتني ولا كلمتنا بالخميس ولا في نهار اخر؟ بالخميس. زاده بالخميس. وي اي وقت حبيت نكلمك نهار الاثنين وما تعديتش معك، مش مشكل. اي وعلاش انت حبيت تعاود تكلمنا؟ باش تحكي لنا نفس القصه؟ لا مش نفس القصه. مال بيه. انا امبارح عجبتني انت في اخر مداخله مع البنيه اسمها ايمان. قلت لي انت اكدت عليها شنو اسمك ومين وين، عجبتني خاطر ما عطتنيش معطيات صحيح. عليك نور بالضبط. نفس الحكاية اللي صارت ما بيني أنا وياك والإنسانة اللي دخلت معنا. كيفاش؟ فكرني وليد، احنا عرفناك بشكون؟ اي أنا وقت اللي حكيت معاك حكيت لك وقت قلت لك كنت خاطب، وخطيتي خلتني كيف عيني وجعتني وطوكي لباس ورجعت الحمد لله. ومن جملة قلت لك أنا والله كان نلقى إنسانة أنا حاضر ماذا بي نلقى إنسانة. اي هكا والله. اي شكون عدينا لك وقت؟ صفية. وقتها تكلمت بنية اسمها صفية. صفية اي ريت الصوت نتاعها يتكلم. جست يا وليد خلنا نعلم التقني نتاعنا، سفيان يقدمنا في الكاميرا وتعدي في يدك على الكاميرا، دونك في اللايف ما عادش انا موجود، يدك هذيك موجود. كمل وليد. اي لا اله الا الله محمد رسول الله. وقت اللي هي تكلمت تكلمت بصوت يعني كبير نتاع انسانه كبيره. اي قداش قالت عمرها؟ وهي وقتها قالت عمرها 42. الور كو وهي غالطة مش صحيحة، ما نجمش نقول كلمة أخرى. أي قداش عمرها طلع؟ ما هيش هي أصلا. غير المعلومات اللي أعطتهم لنا.
ما ناصر انا كحكيت معاهم بعد وقت في التليفون بعد ما علقنا حكينا مع اربع ساعات نفس الكلام اللي حكيته اونلاين حكيته لي يعني بعد لونتي اي ومغرب العشيه كلمتني واحده اخرى قالت لي راي مش هي هذيك عمرها 22 وهذيك بنت اختي ولا شنو وما في باليش انا اللي هي تكلمت وشنو وكذا ظهرت الحكايه مغلوطه فهمتني خذيت خذيت ديكوردوني نتاع شخص يقرب لها عليك نور اي خاطر القصه يعني القصه كامله اللي حكيتها لنا على ذيك ما تنجمش تقول القصه غلط دونك خذيت قصه انسان اخر حكيتها صحيح انا بالحق توجعت انا تعرف شنو تمني انا كنت نتمنى وقت اللي كلمتك باش نلقى انسانه خاطر نهار الثلاثه اللي فات تبيع 142 قلت نلقى معاها نبدا معاها العام جديد على جنترة صحيحه فهمتني حكيت يعني بكل ما نعرفش بكل جوارحي وحكيت راجل معاك وناوي على الخير بالباهي بالباهي لكن انا كيف انت حشيت سامحني مش تبدي تحكي كلام غلط وتغلط الناس اللي تسمع فينا مع كامل احتراماتي ليهم والناس كلها وتغلطك انت وعلى الانسان اللي هزت علينا التليفون ماهوش معقول ما تدخلش وما تحكيش صحيح هذا هو انت دونك خلينا في الرسمي وليد بدايه قصة حبينا نعملوها ما كملتش معاك صحيح انه لا ما مانيش نحكي نقول واحنا تخدعت من الاول خير من اللي بعد هكا ولا هي يعني مش علاش انت تعمل هكاك ترى وليد نمشيو الى مربط الفرس مازلت تحب تتعرف على حد اكيد انا نلوج على انسانة اللاج نتاعها من 25 حتى الكارون تفهمني ايه يا سيدي هاو سي وليد مازال يلوج على حد اذا فما شكون يحب يتصل بينا انا ماهوش كيما البنيه الاخرى يعني انا انسان سريع سريع راني ناوي باش نعرس فهمتني لو شي انسان نحب يعني نقيم بعائله واضح وصلت وليد رسالتك وليد مازال يحب يتعرف يحب يعرس في ال 25 في 30 قالك هذاك العمر اذا فما شكون هاكا كلمنا احنا مواصلين معاكم حتى ال 11 تعليل في كلام القلب قصه حب لا نربطك بالبدايه لا بالنهايه قلب مفتوح اليوم تحكي هنا من توا حتى ال 11 تعليل نستناو قصصكم وحكاياتكم سينو من الطرف الاخر عنا سيدي اللي يحب ينشط يجرب معنا تجربه التنشيط يشارك معنا وياخو معايا الحديث مع المستمعين على الرقم 31 308 1 31 308 1. نعملوا ترتيحه بالموسيقى قدامي عاصي الحلاني حب يجنين يزينا من حب جنون سمعنا عن نصيف زيتون غنى حب جنون زاد اعطينا امال ماهر سيدي امال ماهر اجمل حب نسمعه راجعين معاكم بعد شويه انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو 9:31 دقيقة وصلنا معكم حتى 11 تحليل في كلام القلب كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا راه طولنا عليكم مش خاطر نحبكم تسمعوا الموسيقى راه لانه عندنا مشكل في التليفون مازال هكا ما تقدش خلينا نذكركم بالموضوع لو طون يرجع لنا سيدي التليفون اليوم قلب مفتوح ما نربطك شنيه قصه الحب اللي تحب تحكي هنا بلا سيد مخرج بدل لي تابي لانه انا ذولي باش نطول لو طون يرجع التليفون قصه حب ما نربطكش لا بالبدايه لا بالنهايه لا كيفاش بدات لا شنو ما قالها قصه حب عشتها وانت تسمع فيها كي نحكي على قصه حب جاي لبالك انك باش تحكي لنا في الراديو شنو القصه هذه نسمعوها من عندك يا سيدي نكتشفوها من عندك على الرقم شنيه أو يقدوا فيه 31 308 1 31 308 1. أنت أطلب وش عليك دوب ما يرجع نعرف وش كنت طلبنا من قبل سينو نعملوها بالخميس والتولة خطفت من وين نبدأ تيعب بالخميس نيخو شكون اللي يحب يجرب تجربة التنشيط ياخو عليها شوية يسأل المستمعين يرتحني أنا شوية ويجرب هو تجربة يتمناها ولا شيرها عليها ولا يحب يعملها اللي هي ينشط معايا الحس هذا كل على الرقم 31 308 1 31 308 1. بما انه تليفون التولد قد رصت لي انا تعب اكثر من العاده دونك مواصلين معاكم سيدي حتى لل11 تعليل في كلام القلب قلب مفتوح اي قصه حب تحب تحكيها لنا تكلمنا على الرقم 31 308 1 31 308 1. نحييو يحيى حمام يحيى حمام يسلم على كل الفريق قال لك يا سيدي كل ليله الريفز الريفز في الباك ويسمع فينا ريفس في الباك معناها ويسمع فك القصص وخليته وها ومشيت ضربة بضربة يا يحيى ركز شوية في الريفيزيون بتاعك واسمعنا قصة بقصة هاوك
تحية لكم كل الناس اللي تابعونا، خاصة اللي ريفزوا اللي يخدموا ولا في أي مكان تابعوا فينا. هذا كلام القلب من توا حتى الحداش متاع الليل. حضر رجع تليفون يخدم وكل. أي نعود نذكركم مال 31 308 ألف. عندك قصة حب تحب تحكيها لنا احكيها لنا، ما نربطكش لا بداية لا بنهاية. نهار الخميس ديما نعملوا قلب مفتوح. واذا تحب تجرب تجربة التنشيط كيف كلمنا على الرقم 31 308 ألف. 31 308 ألف. نبداو بوفاء. عسلامة وفاء. عسلامة طارق. عسلامة يا ليلى، شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله، عايشك الحمد لله يا وفاء. منين تكلم فينا وفاء؟ مهدية. مهدية، شو المهدية سيدي؟ ركزتوا معانا في هالسيزون هذيا؟ ركزتوا معانا ولا هالبريود هذيا دخلتوا بعضكم في الحب؟ لا 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 لا. وين في المهدية وفاء؟ خلينا نتعرفوا اكثر. سيدي علوان. فين؟ سيدي علوان. سيدي علوان. هاي سيدي تحية لكل مستمعينا في سيدي علوان وتعرفت عليها. عايش. قديش العمر يا وفاء؟ 40 سنة. كيف تقريبا اكثر عمر يكلم فينا هو 40 سنة. احنا اليوم بالخميس وفاء نعملوا فازة ولا فكرة، خلينا في فكرة اكثر من فازة. اللي يحب يجرب تجربة التنشيط يكلمنا يشارك معانا هكا ولا؟ ابشر رحبوا بالسيد اللي حاب ينشط، كان حاضر التليفون سيد المخرج، ونشوفوا ايش باش يعمل لنا معاك. اهلا وسهلا سي وحيد. اهلا بيك خويا تاعك. عسلامه سيدي، شنو احوالك؟ وبيك عايشك مرحبا. منين تكلم فينا يا وحيد؟ بومهل. بوم... تعرفني قلت كان حكيت معك قبل. مرحبا بك سي وحيد، ومرحبا بكل الناس اللي في بومهل. قداش العمر؟ 32 سنة. وتحب تجرب تنشط وحيد؟ حب نجرب النشط برشا حاجات. باهي سيدي وحيد، هاو معانا وفاء. اهلا وفاء. لحظه برك، حل لنا معاه هدره وش بدلنا منها، اش تحب تحكي لنا؟ انا واضح ذا طبيب زماء وانا موتي عب شويه وحيد اليوم. عب شو نشرب حربوشتي وحذا كويس تي، وانتم احكيوا مع بعضكم. هاي احكي لي مع وفاء. عسلامة وفاء. اي عسلامة. مرحبا بيك. تيجي اي مين تكلم فينا وفاء؟ مهدية. يا وحيد أبو. اوكي ديما كي وفاء بدا تحكي بقت في الوسطك. اي باهي هذوكم حطهم في الوسط خاطر انا مشيت لهنا نشرب شويه دويات تو برا صحه وشي. والله ظهري يوجع يا وحيد. يلا ربي يشفيك. هاي برا حل هدره معها. حل وفاء. مين بالمهدية؟ احلى ناس. احلى ناس يا اخي. لحظه تتعرف عليها ولا باش تبدلنا منها الحكايه؟ ليه اللي نعرفه جماعة المهدية، خدمت في المهدية. أي بر لانسينا الحكاية وحيد، ايش بدنا منها الحكاية؟ وفي تمام. ألو حد تحكي لك شنية حكاية لك شنية حكاية لك تحب تحكي عليها؟ أني ما نش طالب عندي حكاية ولا قصة. أي أنا جيت حبيت نتعرف على وليد اللي قاعدة توا. قولوا حبيت نتعرف على وليد اللي تعدى قبلك شوية. مرحبا بك. باش نعطوها نمر. شوف خويا طارق. دو كنتي تحب تتعرف على السيد اللي كلمنا قبيله. وليد هو اسمه؟ وليد. شو اسمه هو وفاء؟ وليد. وليد تحب تتعرف عليه؟ نعم. تحب تعرف عليه في اللايف ولا نعطيوك نمروه؟ لا اعطيني نمروه. نعطيك نمروه باش تعرف عليه في السر. لا مش السر. كان فما مكتوب ما راح فيها معناتها كانت فهمناكم. باهي وفاء. خرج لنا منها الشروط اللي تحب عليهم وحيد. وفاء. نعم. شنو هي الشروط اللي تحبها في الراجل؟ أنا الراجل نحب معناتها يشاركني حياتي، معناتها نحب يكون ولد عائلة مضبط. ماذا بي يكون يصلي؟ بي ما تشرت روحي. ما يصليش لي. لا مش حكي أمنيتي معناتها مش ميصليش لي. أمنيتي أمنيتك شريك حياتك يطلع يصلي. أني من اللي عمري 16 وين يصلي معناتها أمنيتي أن كشكون معناتها يبدي يصلي. هذيك معناتها بيه حاجة معناتها حاجة تفرحني، ذيك الحاجة نحبها. بيه شنو آخر؟ وكان يكون ولد عائلة والناس وكان حاجة أخرى. تحبش تقول له على عيوبك من توا مثلا؟ أنا عيوبي أني بالعكس أني في الدار أني في الدار. إيه؟
شكون اللي قص، وفاء ولا وحيد؟ وفاء قص. وفاء باه بطبيعتنا كنا باش نكملوا المكالمه مع وفاء هاو كان نسقوا بينا هي وليد بالله على النوامر نتاعو. يلا ناخذوا معنا اذا حاضر التليفون. مازال ما جاش معنا التليفون اللي بعد. طارق قل لي سي وحيد. طارق انا ذكرتني ولا فكرني ترى وحيد تابو مال وحيد تابو اي تفكرناك عاده كلمتنا قبل. اي انا بيدي راه 42 زون كذا بيدي نحب نزوج على شكون. لا كهوا عاده لا شيء باش نحل خاطب انا هنا. مير مير في الحس. لا 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 اخويا طلبتنا باش تنشط حكيت الخطبه زي ما عادش باش نعملوه خاطر لا يضروري لا خطفت حتى واحده فيه. باهي معانا نور. اي يلا وحيد عرف لي على نور. اي نور مرحبا. عسلامه. عسلامه نور. عسلامه داخله بعضيها والمرة اسمي نور من سوسه. الو نور. وي نور معك طارق. سكر لنا الراديو اللي بحذاك. لا ما بسكر الراديو. لا فما حاجه محلوله يا اوبرلور يا راديو يا راديو. اي يعني نحيته. باه هاي وحيد تعرف لنا على نور. اي بسرعه. على نور. عسلامه. عسلامه من تكلم فينا نور؟ من سوسه. تعرف شنو يحب تحكي لنا؟ شنو يحب تحكي لنا اليوم؟ شنو يحب تحكي لنا؟ على حكايه صارت معي. ها؟ على حكايه صارت معايا. هيا احكي انا نسمع فيك نور. مرة تعرفت على شكون مش منسيه. سوسة. نعم سوسة. لا لا مش من سوسة من مصر. تعرفت على واحد من مصر. ايه ايه ثم هو سوسة لهني على اساس فياج لهني مش لهني تخرج في تونس كل تقابلنا في سوسة هكاك بالصدفة بديت الحكاية صحاب. بعد تطورت الحكايه حبينا بعضنا وبعد زين دار خطبين وبعد فيسع فيسع تطور الموضوع ولا فيسع عرس وما عادش ينجم يصبر وكل شيء حكيته هو بعد هو حكايه ظهرت من بعد الخطبه اللي هو كان معرس وعنده ولاد. بعد قديش هذا؟ والله بعد الخطبه كيك بجمعه هكاك حكى لي الموضوع. بعد الخطبه بجمعه هو حكى لك مش انت اكتشفت؟ لا لا ما اكتشفتش انا. ملا لعب زيد تسالها وحيد خلينا نعمل رشفتي. ما نعرفش كيفاش عرفت حد ما بين لي جمله. وعلاش اعترف لك بعد جمعه من الخطبه نور؟ خليني انا وحيد شويه ترى. علاش اعترف لك بعد جمعه من الخطبه؟ هو خبا علاش قال لك في الوقت هذاك؟ ما مش نقول لك يمكن خاطر كي قرب العرس ويمكن كي باش نعرف في الاوراق وكل شيء يمكن. اي حسين بدي يحكي لي في اللي هو كان معرف واللي صارت مشاكل بينه وبين طليقته اللي سيئ وما عادش فما رجوع. قبلت قلت ما فيها باس مش مشكله معناها مش اي واحد يطلق ولا امراه تطلق بها حاجه. كمل. انت نور باش نرجع بك شويه للوراء لو تسمح. شو موصلك للمصري هذا؟ انا قلت لك جاء هو السوسه لهني فواياج في سوسه وخرجت انا وقت عندي مناقبي تقابلنا بالصدفه وبدات قصه حب من غادي وبدات قصه حب من غادي. ايه وحيد معانا مازال ولا ايه؟ وحيد انقطع معاه تليفون. باين نكمل معاك انا نور شيخت عندك. حسيتك ما ارتحتلوش يا نور. لا لا والله لا عاد. باه. يعني يمكن أول مرة نحكي هكا في الراديو يا داخلة بعضي شوي. يا تراه كمل يا شنو؟ لا تسميني بالغلط نعلقوا عليك ونكملوا نشرب التاي نتاعي. لا 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 صباحك. طارق هاي. داخلة بعضي شوي. باه دونك مصري تعرفنا عليه في سوسة كي جاي عدي في فاكونس كذا حبيته قال انه حبك بعد جمعة من الخطبة قال لك اللي هو معرس وعنده صغار عنده وليد عنده وليد بما انه هما في مصر عندهم تعدد الزوجات. اي دونك هو عمل على كيكة باش يهزك الغادي تعرسوا غادي هكا ولا؟ لا لا باش نعرفه هنا ونمشيو غادي خاطر بحكم مطلق معناها عادي نجم يعاود حياته. مطلق هو؟ اي
مطلق يعني. تقول لي مطلق وعنده صغير مش معرس؟ مطلق. فرق كبير عاد. أنا مطلق. فرق كبير مطلق. عاد يا نور. حسيت وقلت عادي نورمال نكمل. بيه؟ بيه الجو نتاع العرس ورغم إني ما عملت حتى شيء في العرس، جبت كل الأصدقاء وعملنا ديريكت كل شيء دخلنا وفكحنا أمور. بعد ركحنا أمور. إي. عسل. إي بعد ما ركحنا أمور. حسيت بعد ما وصل هو الغادي كيف طلعنا. من تونس وصلنا غادي لمصر، مشيت كل شيء امورنا واضحه. بعد بشوي بشوي بدا يتبدل هكا. صارت حكايات، هو ظهر في الاخر مريض نفساني يعني. ظهر ايش معناها مريض نفساني؟ ايش معناها واحد ظهر مريض نفساني؟ انا مريض نفساني، سيد المخرج مريض نفساني. انا كي كنت ايش نقول لك، ايش انا ما يقلقنيش مريض نفساني، ماهوش اصلا انا مش لقتش بيه. كان كي صارت حكايات معناها كيما نقولوا مع راجل ومرته، كان صارت برشا حكايات معناها عكس كيما مش كيما قبل. فهمت؟ فهمنا سي بون. باهي شو عملت انت وقتها؟ صرت بالعكس. شو عملت انت وقتها؟ وقفت معاه قلت له ما نخليكش ورا، وفما اكيد فما حلول وخلينا معناها نحيو الاحتمال ان مش نبعدوا على بعضنا زي بعد العرس بشهرين. باهي وهذا الكل حبا فيه انت. انا نحكي لك في المختصر. باهي مش التفاصيل، خاطر التفاصيل ما نجمش نحكيها. على راحتك حسيب. بعد تالي قال لي تطورت الحكايه وليت ما عادش نافع عنه. حتى كي يمشي للطبيب يقول له يعطيه موضوع اللي هو عاش وهو قبل بعد ما طلق. اكتشفت ان هو مريض نفساني وما قاليش على خاطر كيفاش بعدته طليقته على ولده. بالك هو في بالوش بروحه، بالك هو في بالوش بروحه مش خبى عليك. لا في باله هكا، كان عنده دواء وقص عليه في البريود اللي تعرفت عليه انا فيه، وكان مريجل معناه فرحان برش. ما كانش مظهر حتى شيء اللي هو تعب ولا مريض نفساني. لكن حبه ليك صادق غير هذا، غير التخبي كان يحبك برش. بالحق دونك برشا 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 برشا. هاي هالحب ما نسبوش حتى لتو، حتى كي بعدنا اقسم بالله مش نحبه قدام ربي. صارت لاقه؟ صارت لاقه، وانا هاني تو البارح او نشاس طولو حيا هو مش موجود، هو في مصر. كيف قلت لك قداش قعدتوا مع بعضكم الكل في الكل؟ في العرس؟ هاي العرس بقينا شهرين. شهرين وشديت سنيتك لتونس؟ عرقد قام قال لي لازمك تروح وخليني يعني حتى نركح اموري ونفض مشاكلي واكيد يعني نمشي نداوى ونركح روحي. واكيد امه نفسانيه، امراه نفسانيه ومريقله وباهيه. طليق انشا هو؟ طليق انشا هو؟ ايه. انت تتمنى لو ينجم يصلح اموره وترجعوا ولا سي خرجت من خشمك الحكايه؟ رغم انه لونت رجلي انا فيه كلهم رافضين. رافضين انك ترجع. رغم اني شديت صحيح معاه قلت له ما خليكش وما نبعدش عليك وناقش معاك والحكايه هذه مش اي لا برك يعني مش اي يعني مش كل تصير عليها تنجم تصير ما عرفتش انا شكون تنجم تصير معاه ما خليكش. قال لي تغيبني روحي ندخل نروح من الخدمه ورغم لابس عليه يخدم في بنك محترم في لبسه محترم انسان حتى في كلامه باهي. خلص يحيط بعد العرس حكيله قال لي لازمك انت تروح توا حتى لين نداوي روحي وبعد شهر شهرين تنكلمك يا ما نجيت يا ما تجيني. قلت له والله عطيت لي مي اللحظه ذيك يلموا انا لمت في دمشي ولمت فيه معايا. نقول له تمشيش تعملها فيا؟ يقول لي والله لا. ورغم انه يقدر له يبكي من النهار يبكي بعد ما صار الموضوع معنا من النهار وجهه أفر أفر عينيه محوقة حالة حتى كنا نصلي وبطل الصلاة. فهمتش شو بيه دخلت حياتنا في الحين. تمشيش تعملها فيا وتختفي ولا تمشيش تعملها فيا؟ ما تمشيش أني نرجع لتونس انت تتقلب ولا تقولي سيحة كأني حسيته الموضوع مش كثير هذا. ايه دونك بعد قديش من روحت لتونس رفعت قضية الطلاق؟ فهماني كي رجعت لتونس من اول نهار عرفني وصلت لتونس من اللحظه ذيك تقلب
حاسينه ولا بشوي بشوي ما عادش يطلب، ما عادش يرى في المساجات ال 24 ساعه قال لي نخدم. وبعد قعد قال لي بنت الناس مانيش مش نسيني، وانا نحبك ونقعد نحبك كمان مانيش نقعد مع بعضنا ما نعرفش كيفاش يقولها لك. هو يقولها لك بالمصري، هو كيفاش يقولها لك؟ اي بحبك. انا بحبك وبموت فيك ومش حاضر فيك يا باش يتربش بيك نو نو كتاكيتو. بحبك يا كتاكيتو. بعد نخرج وفاصل مش حتقدر تغمض عينيك. شنو اكثر حاجه توحشتها منه؟ ضحكوا لعبوا معي حتى اي تفاصيل حتى صغيره، حتى انواع الشوكولاته يعرفوا الحاجه، حتى اللبسه من غير ما يعرف مقاسي يجيبها بالضبط. فهمني برشا فرفوش يعني، هو كما يقولوا في مصر كبحبوح برشا. دعيت ربي وصليت وقلت صليت على الاستخارة برشا مرات صليتها لين جبالي ربي في المنين كل هو تاعب هكا واللي يقول لي بربي ما تبعدش عليا وما تعمليش وما تطلقنيش. وبعد قال لي شوفوا راك تلفت وراي نلقى طليقته وتعمل له خزعبلات وواحد يقول لي انا راني نحب امش فهمت حط شيء. انت تتمنى هو يسمعها المكالمة هذه؟ أمنيتي. الفيسبوك قرب المسافات برشا يا نور، على ذلك مش أقول لك لو يسمعنا شنو تقول له؟ قول له راني نحبك برشا ومانيش باش ننساك، حتى لو بعدنا، حتى لو بينا بحورات وجبال. أنت تعلمت شوية مصري؟ أكثرية نقول لك حاجة نحكي معاه ديما كنت. تاه وجه له رسالة بالمصري لو تسمح. لازمش نقول لك. قول له انا انا كتاكيت ونحب نقول لك كل انا كتاكيت وبحبك كثير وحشتك برشا برشا. ما لازمش نحكي لك مصري، اما ديما نحكي له نحكي معه سويسري، ما نحكيش معه مصري. هو يفهمني اكثر معي. واضح. انت ما نحبش نحكي مصري. انت نور تحبنا نسعاو انها توصل له الفيديو خاطر احنا بعنوان بركا نجمو نخلطو هيل، ولا ما تحبش؟ خاف لا يراها حاجة أخرى. هو شنو يراها؟ ما عرفش يراها. يقول لك تجري ورايا؟ ما عرفت هكيك، ولا يقول لك ما نحبهاش الحكاية هذيا حكم خدمته بحكم عائلته. لو ما زالت لك كلمة وحيدة في حياتك باش تقولها للسيد هذا شو تقول له؟ آخر شيء. أمنيتي الراكبة حتى في جريتي الأخرى. كلمة واحدة. حبك برشا وما نمشيش ننساك. شكرا لك نور اللي شاركتنا قصتك من سوسة إلى النيل، قصة جميلة في بدايتها لكن بعد تعديت برشا مطبات خليتها نوعا ما توا ماشية إلى أنها تتوقف في هذا الحد. القصة ما نعرفوش شنية قد يطرق في قادم الأيام في قادم الأشهر بين نور وكتاكيتو. شكرا لك نور، شكرا لكل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا في كلام القلب. جست حاجه اخرى لنور، هي قالت لي نخاف لا يتغشش، ولا اذا فيها امكانيه انه ترجع له وانت تحبه وما تخليش روحك تقول نهار اخر يا ريت حاولت. كرامه واحد انت تحبه وراجلك مازال، اذا فهم محاولات وانت مازلت تحب عليه فعلا عملهم الكل في الاخر. ما كيفاش هي هذيك ما يبكي لك كان درشكون وما كان ظفرك، نسيتوا المثل حسيتوا فهمتوني، معناها ما يبكي لك كان روحك من الاخر. هاي فصل صغير وراجعين معاكم في كلام القلب. موضوعنا شنية؟ موضوعنا مفتوح، قلب مفتوح، قصة حب عشتها احكيها لا نربطك ببداية لا بنهاية. كلمنا على الرقم 31 380 1 31 380 1. بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيافان أحلى غاديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على إيفام أحلى راديو. 9:53 رجعنا معكم في كلام القلب، موصين معكم حتى ال 11 متاع الليل. قلب مفتوح، قصة حب عشتها، تنجم تكلمنا على الرقم 31 380 1. تحكي لنا القصة هذه. حاجة أخرى نهار الخميس نزيدوا فازة، فكرة إنه اللي يحب يجرب تجربة التنشيط يكلمنا على الرقم 31 380 1 ويشارك معايا الاستماع للمستمع ويخرج منه الحكاية كيما احنا نعملوا طيلة ساعتين. معنا خديجة، أهلا وسهلا. مرحبا يا طارق، مساء الخير، مساء
مساء الورد، مساء العطار الغزيرة، مساء النور، مازالوا مازالوا عندك مساء النور، مساء العطر، مساء المحبة، كمل. ومساء الأمطار الغزيرة المحليها الفرحانين بيها. انتم بحذكم غزيرة؟ غزيرة هناك الرواء. وين الغزيرة هذه انت؟ انا في زغوان. في زغوان؟ ايه في زغوان. باخر حطوا لي سوسة هنا. نعم حطوا لي من سوسة ما لغلطوا. يمكن ما نعرفش عليها البنية، يمكن غلطت. دونك من زغوان خديجة. ايه يا بابا، ايه انا امك خديجة. قل لي امي خديجة. عسلامة يا امي خديجة. يفضل ولدي الغالي. انا مازلت ما عرفتش يعني العمر، قداش العمر امي خديجة؟ العمر 62 سنة. 62 سنة امي اختي الكبيرة. عايشك يا بابا، عايشك. توا اسمع، ديما نحن الكبار معنا والكبير ربي تاخذ منا تجارب. اي صعب ليه ترق سمحنا عايشين. خليني نفتح قوس. الوليد تكلم من هاك دي خليد، ما تتغشش عليه. انا يا طارق ولدي، انا نصيحه للبنات، ما عادوش يلعبوا بشعور الانسان. وي. والله تو معناها هو انت ما عندك حتى لا ذنب عليك يا طارق. اما الانسان وقت اللي يتكلم يكون صادق يا طارق ولدي. طبعا خاطر هو الوليد ظهر لي صادق محليه، سمعته مرتي تعدى معاك والله العظيم صادق ويتكلم صادق. ان شاء الله يا ربي دعوه، انا تو كنت نصلي والله العظيم ان شاء الله ربي يتيح بنت حلال واللي تخافيه ربي، خاطر هو ظهر فيه انسان طيب ونبي على الخير. هاكا اليوم هاكا اليوم شفنا له وفاء، بالك تخت. ان شاء الله والله كاني بنية، حتى كانت تسمع فيه اكيد تسمع فيه. كاني صادقه ربي ان شاء الله يعطيها ما يرضيها ويحبب الخلق فيها. ايه تحب تكتفي بالقوس نتاع وليد ولا عندك قصه باش تحكيها لنا؟ اي عندي قصه يا طارق خويا يا ولدي، باش تاخذوا منها عبره. هيا على بركه الله ترى نشوفوا شنو نجموا ناخذوا منها. اسمع انت اسمع، الساعه راك زامر يا طارق محليك والله مش رامي ورود. راك الساعه وقت نقول لك شنو يا ولدي انت عندها هكاك، وكل انسان حاجه كي يستنى فيها هكا باش تبهروا هكا، فهمت؟ شنو؟ ما خلينا نعمل رشفتي ما دامك تضحك. خلو اسمع عليك زامر والله العظيم تصح ممثل يا طارق هكا. كل ليله معاك والله نبدا نقول محلي هذا وليد، محلي هذا وليد، والله يا ربي يفضلك لامك وباباك ورب يعطيك الوقت الطيب يا عايشك. تصدقش يا امي خديجه عندي 10 سنين نعم في المسرح، تو عيطوا لي نمثل في التلفزيون. يا بصلي على محمد. انا هذي نعم فيها على الجو اصلي نمثل والله. لا انت محليك، انت اسمعني، انت ملم بكل شيء، منشط زاد يعني ممتاز ما شاء الله عليك. الكلمه في سامات القصه وتلقاها والناس كل تبع فيك، واكيد الناس كل تبع فيك. تحبش تزيد تلقاني في بلاصه اخرى؟ اي نعطيكش بلاصه اخرى. ايه تتفرج مسلسلات نسمك المدبلجين؟ ايه لا وليدي والله هي تلزه ما نتفرج فيها برشا طارق هكا والله والله ورسولي نتفرج فيها برشا. هيا مالا امي خديجه طبعا. بعد هالترحاب الجميل هذا مازالوا عندنا دقيقتين قبل الاخبار، هات نسمعوا منهم شويه وبعد نرجعوا نكملوها كامله، هات نعملوا هالدقيقتين هذوما. على بركه الله. على بركه الله. اي شنو هو الحكايه نتاعك؟ شكون هو الشخص اللي باش تحكي لنا عليه هذا؟ هذا يا رازلي، رازلي الله يرحمه ان شاء الله عمرك طويل. انا يا طارق ولدي عام 76 حبيت رازلي هو في الباك، في الباك عمره يمكن 21 سنة حاجة كما كذا، رحت لك عام 76. اي وانا ما بيني وبينه 7 سنين، هو من عام 54 وانا من عام 61. معناها انا واقفة كل وقت ذاك 15 سنة هكا باش تعرف تاريخ ولدي، معناها الحب البريء. حبينا بعضنا، هو دار اخته بحدينا يعني فرد هما. لكن هو وقتها جاء في الصيفية ذيك بحدا اخته، هو يسكن في ولاية اخرى فهمت. اي كي واخد شافني هكا وكل شيء هكا نمشي بحذا اخته هكا شويه وكل شيء، انا قريت وبطلت معناها ما كملتش. هكا هكا ما عجب بيا وكل شيء، حتى نهار جبت امه. وفي الوقت هذاك كيفاش وصلت عرفت انه هو معجب بيك؟ يا اخي يا اخي يا وليدي يا طارق ولدي سامحني، راه الحب مش حبي انا هكا من نظرات. أي. انا حب بريء. اي حبيت نعرف من نظرات ولا هو طيش كليمه ولا من نظرات فقط؟ والله يمكن ما فقتش بها، ما المهم اللي فقت بيك امه جت لامي قالت لها رانا نحبوا على البنيه. احنا مدام خديجه
أبا. باش نتوقفوا هنا في نحبوا على البنية ونرجعوا بعد الاخبار نشوفوا الوالدة اش قالت لها. باهي بابا يفضل ولدي. هل فرحت وعملت لها كويس تاي كما اللي بحذايا انا تو؟ والله انك حاضر يا طارق ولدي بالكاكاوية. يا تو نرجعوا بعد الاخبار مالا نشوفوا اش صار في الحكاية هذيا. موصلين معكم حتى الحديث تعليل في كلام القلب. قلب مفتوح عندك قصة حب تنجم تحكيها لنا مهما كانت بدايتها أو نهايتها على الرقم 31 308 ألف. سينو تنجم تجرب معنا حلمة التنشيط ولو لربع ساعة معنا في كلام القلب على نفس الرقم 31 308 ألف. بعد شوية FM سبور مع حمزة المغير بيقبل هذا الأخبار مع أيمن الطيب. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على FM أحلى غاديو.